فندم ايه ايه هي المفاجأة؟ قال لي لا، لما لو قلت لك مش هتبقى مفاجأة، انا هقولها لك جوه. فقلت له سيد الرئيس، انت لو طلبت مننا اي حاجة، لو طلبت مننا نموت هنعملها. احنا عايزينك تنجح، لان نجاحك ده من نجاح لمصر، وده كان اول مشروع لسيادته. نعم. بعد 30 سنة. نعم. قال لي يا مولانا هقول لك جوه. فدخلت انا بعرض البرزنتيشن وانا مش عارف ايه اللي. نعم. فجيت عند التنفيذ، بقول مده التنفيذ 36 شهر. طيب. لقيته قام كده مع كرسي وقال لي ايه؟ كده 3 سنوات. قال لي هي سنه. هي سنه. كل سنه يعمل قطاع لتنفيذ المشروع 36 شهر 3 سنوات. هي سنة وتنفذ يا فندم، يعني أمرك بقى فعل ماضي، لأن خلاص طالما سيادة الرئيس أمر ينفذ، مفيش مناقشة. لا لا، إنه كمان الكلام على الهوا مفاجئ. وإحنا في العسكرية يعني حضرتك ما كنتش تعرف أو تعرفوا إنه سنة. لا لا، إلا على الهوا. لا، في العسكرية لما يقول القائد الأعلى قائد المسلحة أمر ينفذ. نعم. مفيش حاجة يعني تقول له لا طب خليها 6 أشهر. نعم. حتى لو هنخشه مش هنخشه قدام الإيه؟ قدام الناس. قدام الناس. حاضر يا فندم، وتنفذ يا فندم. نعم. بس وخلصوا والناس مشيوا. بس أنا بالنسبة لي السنة بانيك، يعني الله. طب ده كل الرسومات اللي عملتها دي وكل حسابات على 3 سنين وبتاع، على 3 سنين ده انا لازم اعيد كل ده من 0 بوينت تاني. نعم. علشان ايه؟ احقق. بس خلاص القرار طلع. القرار فخلاص طلع. فرحت المكتب. كان هو بقى وصل القرار، كلمته في التليفون يعني. نعم. لكن محدش يعرف. قلت له يا فندم ايه الموضوع؟ ده انا كده دلوقتي ايه؟ اتحطيت في وش الايه؟ نعم. المدفع. فقال لي كلمة جميلة جدا. قال لي سيادة الفريق المهم، أنا عارف أنا بكلم مين، وأنا عارف أنا بطلب من مين. وأنا عارف إنك أنت هتعمل. دي الكلمة دي خلتني إيه؟ خلاص. خلاص. لا مش هنروح. ده أنا لو هموت. طبعا. هعمل. الثقة. مفيش. 5 دقايق كده لقيت السكرتارية بتقول لي في 4 عمال من إدارة الكركات عايزين يخشوا لحضرتك. فانا قلت دي حاجه شخصيه، وكان الساعه 5:30 6 بعد الظهر. قلت لهم طب يجوا كلهم مع بعض عشان ايه؟ مفيش وقت. نعم. فدخلوا الـ4. قلت لهم اي حاجه؟ اي مطالب؟ قالوا لي يا فندم احنا النهارده شفنا سياده الرئيس، واحنا دي اوف، احنا اجازه، واحنا جايين نسلم نفسنا وجاهزين نشتغل من دلوقتي. بشرى كويسه اهو. عرفت بقى ان ايه؟ هم دول المصريين. وقت ما تحبوا. نعم. تلاقيهم تلاقيهم. حسبتوا الفلوس هتيجي منين؟ لا، دي بتاعت الرئيس. دي بتاعت الرئيس. انا دلوقتي مش عارف هنجيب الفلوس دي كلها منين. بس بس احنا حاسبين التكلفه الماليه المقدره. على 3 سنين كان كام؟ على 3 سنين كانت اقل من كده. اقل من كده. اقل من كده. ليه؟ ليه؟ لان احنا كنا هنشتغل يعني الكراكة تعمل هنا شوية وبعدين تعمل هنا نفس الكراكة. مش هضغط. مش هضغط. او مش هجيب اعداد اضافية. كده كمان لما هجيب اعداد اضافية في كراكات هتسيب شغلها في مناطق تانية وتيجي. نعم. فهتدفع لها لو في غرامات او بيمنت هتدفعه. نعم. فالتكلفة هتزيد. فسيادة الرئيس قال لي ايه؟ مالكش دعوة. مالكش دعوة. وراح لما حضرتك سالت على الفلوس او على التكاليف. قلت له يا فندم لازم منين يا سيادة الرئيس؟